احنا هنعمل دلوقتي طبق فول. الفول. فول الله. بالطماطم. الله. انا بحب الطبق ده في السحور. احنا كل يوم ان شاء الله باذن الله النهارده اول يوم هيكون معانا طبق سحور كل يوم. يعني هريحك كمان انك تفكرت السحارة ايه. ممكن يكون فول بقى، ممكن يكون بيض، ممكن يكون لحمه، ممكن يكون فراخ، بس بطرق مختلفه يعني. ايه رايك يا عم؟ انا عايز اقول لك حاجه في موضوع الفول. انا يا جماعه بحب ان انا ادمس الفول في البيت. حلو. ما بحبش. صدقني بجد بجد انت جيت دلوقتي على الحته كمان اللي انا بحبها. التيست بتاعه بيبقى مختلف تماما. التيست بتاعه يعني طبعا مع احترامي كل محلات الفول والطعميه يعني على عيني وراسي، بس انا بحب ادبس الفول في البيت يعني بيبقى كده ليه تيست كده بتاعه. بس انا بقى تحط بقى عليه حبه العدس. العدس على الفول. طبعا. طبعا في الدماسه. بعد ما تنقع الفول اهرق كده. اسمعوا طريقه تدميس الفول. من رجائي. معلش ورقه وقلم مكتوب عندك يا ست الكل. احنا هنجيب الفول. هنقعه مثلا يوم خلاص، وهنجيب عليه عدس ونحط العدس في هننقع العدس مع الفول. تمام كده. يوم. حلو. حلو. بعد كده ريحه الثوم عظيمه جدا. المهم في الدماسه بقى. ايه في الريحه الحلوه دي كمان؟ انا بحب الثوم. بحب الثوم جدا. حلو. لما نلاقي نمسك الفوله كده نلاقيها خلاص يعني بقت طريه كده دايبه، نبدا بقى ان احنا نلاقيه نحطها في الدماسه. نحط المكونات ايه بقى؟ فول طبعا، اكيد زبده طبعا، والعدس، وبطاطس. نحط بطاطسايه مثلا كده. الفول على البتاع نقطعها كده. ايه ده؟ الله الله. وفي بقى حاجات ممكن نحطها نضيفها، يعني مثلا مكعب دجاج ماجي يعمل تيست. عندنا حبه كركم مثلا وبابريكا يعمل تيست. نشعر معلقه سكر، ودي حاجه على فكره ما حدش هيقولها لك كتير حتى الشيف مغازي. حبيبي يا راجل. نص معلقه كده سكر برضه هيعمل تيست عظيم. ده كده على نار هاديه شمعه. حلو. تاكلي بجد احلى. على فكره نور الفول لما يستوي على نار شمعه بيتدمس ويبقى طري افضل بكتير على نار شديده. طبعا.